بمناسبة الكريسماس، ايه الهدية اللي نفسك تروحي البيت تلاقي بابا نويل جايبها لك وحاططها لك قدام باب شقتك؟ انا نفسي في بوكيه ورد كبير كده لونه احمر، بحب الروزز. ممكن مثلا شوكولاتة كده على الجنب. اوكي، نفسي اروح البيت الاقي بابا فاتح لي ظرف كبير جدا الاقي فيه فلوس كتير قوي، وعلى الجنب حاطط لي شوكولاتة وكل السناكس اللي انا بحبها وكده بقى. مايكرويف. انا نفسي بابا نويل يجيب لي في 2023 عربيه. انا موبايل. نفسي في ورد. اشمعنى ورد؟ عشان انا بحب الورد، بس يكون لونه احمر وابيض عشان هي هتبقى حاجه لطيفه لذيذه بالنسبه لي بصراحه. غسلت اطباق. يا سلام، غسلت اطباق. بابا نويل انا عايز عربيه جديده اروح بسرعه بيها كبيره. نفسي بابا نويل يجيب لي عربيه، وان شاء الله باذن الله تكون 2023 وشهر سعيد علينا كلنا كده ونحقق كل اللي اتمناه باذن الله. بيرفيوم وهيلز احمر يعني، بس كده. نفسي في علبه شوكولاته، حاجه بسيطه، او ورد، بوكيه ورد. بنحب نحتفل بالسنه الجديده بحاجه تدي امل وتفاؤل، وبنبتديها بسنه جديده، سنه تفاؤل. عايزه شجره كريسمس. عربيه وموبايل وفلوس كتيره، عنديش معنى. بس بابا نويل نجيب موبايل ان شاء الله. بحب الدباديب برضو. شفتي انا طموحاتي حلوه جدا. الدباديب برضو ممكن. بوكيه ورد بس كفايه قوي كده. بوكيه زهر احمر. نفسي في موبايل جديد اخر حاجه بقى، احدث حاجه بقى في الدنيا. انا اهم حاجه عندي قصه العربيه. والله اي حاجه تفرح يعني، مش فارقه يعني. شوكولاته بس، دي اهم حاجه في حياتي. ما عنديش حاجه تانيه. المعظم قال عربيات يا جماعه، ليهم حق والله، لازم بقى 23. بس عربيات وغساله اطباق ومايكروويف وكل الناس بتعمل كده. لا عربياتكم بتدور بالميه مش بالبنزين، كل واحد واحتياجه. يا رب بقى بابا نويل ده يظهر ان شاء الله، يجيب لنا كلنا العربيات لكله كده، كل الحاجات اللي احنا عايزينها. اظهر وبان عليه الامان. طبعا ارقامنا موجوده قدام حضرتك.